تعرف على طريقة وكيفية إيجاد حجم نص على هاتفكم سامسونج. قم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إمكانية الوصول، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على التحسينات السمعية، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تفضيلات التسمية التوضيحية، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على حجم التسمية التوضيحية ونمطها، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على حجم النص، وهنا سوف نقوم بالاختيار. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.